اسعار الصيد على الشراء. يوم الصياد بتشتريه ب 2000 ريال الكيلو كامل، تبيع على حسب المشترى. يوم بتشتريه من العازله ب 2005 تبيع على حسب المشترى. هذا في مسؤولين في السوق عندنا هنا في جمعيه علينا مسؤوله، لازم تقول لك تبيع بسعر على المشترى، يطرحون الفارق بين شراك وبين بيعك، ولازم انت تكون ملتزم عبرهم. في اوقات يعني اذا شركات اذا ربطت الصيد من البحر للصياد، مثلا بنقول لو الكيلو ب 2000 ريال تري عنده تطلب من عنده ولا تشيل بزايد، فيعطونك يعني انت كطالب والله وكرب اسرى اطلب والله، يقول يلا هذا عطوا حوتين تعاون معه. اذا هم بقول اسعار تتوحد، يدعمون الصياد يدعمون البياع، حتى لو الكيلو بغوب 2000 ريال احنا بعدهم بنلزم يدعمون، في دعم خاص مشان للبياع وللصياد وللمواطن، علشان ما حد يتكلم احد ولا حد يظلم حد. الظلم نحن ما ابغانا. ولحظه لما كدس ما حد قابل للصيادين باعوه ب 7000 مع الحاصل الان شلوا. قصدي ان جمعيه الصياد لما يكون الصيد حقهم استكفى السوق شلوا كفايتهم يشلونه، هي جمعيه تبيعه للمصانع تبيعه لاي حد، علشان ما يصيح الصياد يقول ان الصيد يتكلموا للبياع، عشان ما يتكلم على البياع يقول والله ظلمنا، يكون كلمه حق يعني بين الجمعيه وبين الصياد وبين البايع. كان يعني المواطن ظلم شحة الصيد، كان كل الصيد ماشي. الان عندك ما شاء الله تبارك الله في سواحل الغيض هذا كله الان تعطي الصيد ما شاء الله تبارك الله. هنا عندك مقطوعه هذا اليوم هذا امس هذا اقوى صيد عندك في المكلا، بتاع من 2100 2200 وقريب الى 1700. هذا يعني امس الصياد هذا اللي بيروح بيجيب الصيد يتاثر في هذا في الحوي العشوائي، لانه يحوي الزين والعوف يشيل اللي يبغاه واللي ما يبغاه يرميه والله يبيع للطحن. الصياد برضه مضطر في هذا لانه يلحق الصيد موجود والصني ما يلحقه، يروح يعبر عليه الوقت ظهر النار يعني بالصباح مثلا لما العصر.